المستقبل للشباب، لكن كيف يرى الشباب المستقبل؟ وما هي أولوياتهم عند التطلع إليه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بإجراء استبيان أولويات الشباب العربي، شارك فيه 7000 شاب عربي من 21 دولة عربية. قدمنا لهم قائمة غطت مختلف القطاعات، منها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، ليقوموا بترتيبها بحسب أولوياتهم، كما قاموا بترتيب الأولويات الفرعية والثانوية لتلك القطاعات. وقد أتت نتائج الاستبيان لترسم ملامح المستقبل الذي يفكر به الشباب العربي، حيث جاء قطاع الأمن والسلامة في المرتبة الأولى لدى الشريحة الأكبر من الشباب العربي، وتصدر العيش في أحياء آمنة الأولويات الفرعية لقطاع الأمن والسلامة، وتلته أولوية الحياة بدون صراعات وحروب. احتل قطاع التعليم المرتبة الثانية لدى الشباب، وكان اهتمامهم الأول في جودة التعليم، يليه في الأهمية خيار مجانية التعليم، ثم ربط أسواق العمل بمناهج التعليم، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية. كذلك كان الترتيب هو جودة الرعاية الصحية، ثم مجانية الرعاية الصحية، ثم جاء الحصول على أدوية بأسعار مناسبة. وأظهرت نتائج الاستبيان مدى تقارب أولويات الشباب في مختلف البلدان العربية واتفاقهم على رؤية موحدة لمستقبلهم. سيوظف مركز الشباب العربي نتائج هذا الاستبيان ويوفرها للجميع للعمل معاً على بناء مستقبل أفضل للشباب العربي.